So, Adriana, please step Adriana. Forward. There is one Brazilian club in يوجد this spot. نادي برازيلي واحد في هذه so في هذا المستوى. Ready. Please draw the first club from pot three. والآن اختاري الفريق الأول من الترتيب الثالث أدريانا. Okay. حسناً. Botafogo. نادي بوتافوغو. The idea to form Brazil's freshly crowned South American النادي المتوج حديثا بدوري أبطال أمريكا الجنوبية. During an algebra class, all things. النادي الذي يشارك لأول مرة معنا. النادي المؤسس في عام 1904 سيكون بالطبع بوتافوغو. In the same confederation as Palmeiras, CONMEBOL. So هو في نفس الاتحاد مع بالميراس، فبالتالي سينضم للمجموعة الثانية. ولنرى الآن في أي مركز سيتواجد في المجموعة الثانية بوتافوغو. أنا الآن هذه المجموعة تثير حماسي قليلا. من فضلك اختاري اللون الأحمر. B3 سيكون في المركز الثالث في المجموعة الثانية. بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس في الأحد الماضي. سيكون أسبوع سعيد جدا لك ماكسي. Un año muy bueno y lo demostró en la Copa Libertadores lo que viene haciendo y bueno, lo va a querer seguir demostrando en el Mundial de Clubes de llegar a lo más lejos. He had a very good year and he demonstrated that in the final. عام رائع لبوتافوغو. Of course, he will want to do the same going as far as possible in the FIFA. والذي يريد أن يذهب إلى أقصى نقطة في بطولة كأس العالم للأندية في هذا العام. حسنا لنرى. ليس سيئا. قد استبعدنا الآن النادي البرازيلي الوحيد في هذا المستوى. فلنرى الفريق الثاني. الأهلي. الأهلي المصري. The reigning African champions were named club of the 20th century after they defeated. نادي القرن القرن العشرين في إفريقيا، نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر المتوج ب 12 بطولة إفريقية والنادي الذي تعدى عمره 100 عام منذ تأسيسه في عام 1907. والآن لنرى مع أنا وأندريس في أي مكان سيتواجد النادي الأهلي. في المجموعة الأولى. أتريس. في المستوى الثالث. There you go. Al-Ahli. الأهلي. Egypt, who's in a historic club from Egypt. They're dancing. النادي التاريخي من مصر حسين خرجة. أن نحن نتشوق لنرى أي نادي سيواجه الأهلي في أول مباراة. نعم النادي المتوج النادي الأكبر في إفريقيا والمتوج بأكثر بطولات في إفريقيا. قد رأينا النادي الأهلي مع نادي وداد كازابلانكا من قبل في النهائي وأعتقد أن النادي الأهلي سيبلي بلاء حسنا في هذه البطولة لأنه ناد رائع بالطبع. من فضلك أدريانا اختاري النادي القادم. CA Boca Juniors. Boca Juniors. The badge of Argentine club CA Boca Juniors. الآن نرى شعار نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني. Want to represent each of the men's senior teams' trophies, including six CONMEBOL Libertadores. والذي فاز بست بطولات من CONMEBOL في أمريكا الجنوبية. أعتقد أن بوكا جونيور سيتواجد في المجموعة الثالثة بجانب لنرى الآن في أي مكان سيتواجد بايرن ميونخ.
أنا؟ respira profundo. We inhale. خذ نفسا عميقا. Un saludo a Juan Román Riquelme, nuestro presidente, Cassini, Chelo Delgado, legends of our club. نادينا ولدينا أيضا أساطير نادينا تتواجد هنا لترى في أي مكان سيتواجد بوكا جونيورز. نعم 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 اختر. يوجد الكثير من الضغط على هذه الكرة. خذ وقتك لتعرف في أي مباراة سيبدأها بوكا جونيورز في المستوى الثالث. بوكا جونيورز سيبدأ مبارياته أمام بنفيكا. Two of the three gentlemen that are, you see in attendance, our president Juan Román Riquelme and Chelo Delgado. لدينا خوان ريكيلمي رئيس النادي. لدينا أيضا شخصيتين من نادي بوكا جونيورز تتواجد معنا هنا. You are very excited. ستكون مباراة رائعة أخرى أمام بنفيكا وأيضا بعد ذلك أمام بايرن ميونخ. شكرا. I'm impressed all the time. I mean, أنا مندهش. But Four, Romero. It's all. التصنيف الرابع روميرو. والآن. Draw the first club from pot four. من فضلك اختر النادي الأول من التصنيف الرابع. أنت ميامي. Inter Miami. The 2024 MLS Supporters Shield winners will represent the host country at the FIFA النادي الممثل للبطولة البلد المنظم انتر ميامي. They will open the tournament سيفتح in Miami البطولة on the 15th في ميامي next year. في الخامس عشر من شهر يونيو سيكون في المجموعة الأولى بجانب الأهلي. سيبدأ مباراة أمام الأهلي. لنرى الآن أندريس وأنا. Hey, mira, para el club de tu amigo Lionel Messi. والآن لنرى رفاق ليونيل ميسي في أي ترتيب مع ماكسي. A cuatro. في التصنيف الرابع من المجموعة الأولى. في الخامس عشر من يونيو سنرى نادي انتر ميامي يفتتح البطولة أمام النادي الأهلي بطل إفريقيا. وبالميراس سيتواجه مع بورتو. جوركيف كنت تلعب في الدوري الأمريكي منذ 20 عاما. نعم أشاركت في نادي في الدوري الأمريكي. قد شاركت وكانت لحظات رائعة بالنسبة لي. وسعيد أن أرى أن بطولة الدوري الأمريكي تتقدم وتتطور. ربما ستكون مباراة رائعة. ضعوا هذا التاريخ في Open the Club World Cup next June 15 of 2025 against. في الخامس عشر من شهر الشهر السادس في هذا العام النادي الأهلي أمام نادي إنتر ميامي.